يا صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا. صباح الخير لكل الأشخاص يلي انضموا لنا هلأ عبر شاشة سما الفضائية. يعني احنا اليوم السبت وهذا الشيء بيعني بداية أسبوع جديد، رهيك رح نخبركم هيك مجموعة من القصص والعادات يلي بتستنزف طاقتنا من دون حتى ما نعرف هذا الشيء، كرمال نحاول انه نتجنبه شوي. كثير اوقات في ناس بتفكر انه الواحد طاقته ممكن تخلص وقت يكون في زعل، وقت يكون في توتر، او حتى يمكن وقت يكون في مصيبه لا سمح الله، ولكن يلي اكتشفناه انه في عن جد عادات يوميه ممكن نمارسها بطريقه روتينيه بتستنزف طاقتنا. يعني في كثير من الايام والاسابيع ويمكن الاشهر يلي بتمرق على الانسان ممكن يكون منهك وممكن يكون تعبان، ما له قدران لا ياخذ ولا يعطي، ما له قدران انه يكون في طاقه ايجابيه يعطيها للي حواليه. هذا الشيء يمكن بسبب انه هو عم يعطي بالوقت الغلط، بسبب انه هو ما عم بيقدر ذاته، عم بيفضل سعاده الخير على سعادته. ويمكن كثير اوقات بتصير معنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا هبه، وصباح الخير لكل الاشخاص يلي عم يشوفونا على شاشه سما الفضائيه. فعليا يعني نحن هيك لازم نحكي عن العادات اليوميه يلي بتستنزف طاقتنا. على فكرة في أمراض مزمنة ممكن تكون موجودة عنا مثل قرحة المعدة، أساسها كلياتها هي الستريس، فبنحس إنه نحن من كتر ما توترنا نحن صار معنا هاي الأمراض. فنحن شو عم نعمل بحالنا طول الوقت؟ إنه نحن عم نستنزف طاقتنا للآخر، نحن بهمنا الأشخاص الثانيين بعيداً عن شو اللي بهمني لإلي، شو اللي بيفيدني لإلي، شو اللي بيفيد عائلتي، شو اللي بيفيد أولادي. استثمروا طاقتكم بشيء منيح ومفيد، استثمروها مع أولادكم وعيالكم بعيداً عن التليفون. هلا أنا عم بنصحكم، بعرف إنه أنا كمان بعمل هيك وكلياتنا بنعمل هيك، ولكن عن جد لازم نحاول إنه شوي نبعد عن التليفونات، عن الموبايلات يلي عم تاخذ كل طاقتنا بدون ما نحس. صحيح حالك ماسك الموبايل، سمعتي خبر مو حلو، قريتي خبر مو حلو، قصة استفزتك، بتلاقي إنه كل طاقتك انسحبت، ما بقى في إلك طاقة إيجابية. صح. توزعيها على عائلتك، على الأشخاص يلي موجودين حواليكم. دائما بحكي عن الطاقة الإيجابية، خلوا طاقتكم عالية ويسعد صباحكم. يا صباح الخير لكم مشاهدينا عن جديد. يعني الطاقات الإيجابية دائما بتترافق مع الناس الإيجابية اللي ممكن إنه نرافقهم بحياتنا. ضحكت ميشا، بتعرف قديش في إيجابية معها. هلا صار الوقت لحتى نتعرف سوا على عناوين حلقتنا لليوم. يعني من بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا لليوم صار الوقت نروح لعند الشيف بشرى لحتى تعطينا فكره شو ممكن نطبخ اليوم. صباح الخير يا شيف. صباح الخير ميشا. يسعد صباحك يا شيف. يعني هيك شايفين اليوم هيك قصص متنوعه، صح؟ أي. شو رح تطبخينا لليوم؟ رح اعمل صنفين، اول صنف فيه مكونات كثيره هي شوربه الحريره المغربيه، بحسها هيك بتناسب كثير رمضان، وخصوصا الناس اللي ما بدهم يعملوا كذا صنف، يعني ممكن يعملوا هي الشوربه فيها كل شيء، عناصر غذائية وسريعة
وطيبة كتير. ورح أعمل مافن البصل المكرمل اللي هو مثل كب كيك مالح، كمان اللي مثلاً بيحبوا السمبوسك وهالقصص مثلاً برمضان على الإفطار نستبدلها بشي صحي أكتر، يعني شي هيك مثل كب كيك ناكلها جنب الشوربات بس تكون صحية. حلو، كب كيك مالح. هلأ أنا شايفة حمص صح؟ أي. كل شيء مغربي بتحسي فيه حمص؟ فيه حمص هيك طبعاً. هيك ايه. هيك رابطه براس القصه. يلا رح نعرف بعد شوي منك التفاصيل. شكرا كثير لك يا شيف. سلام ايديك يا شيف. بيقولوا تضحك بتضحك لك الدنيا، يعني فعلا الابتسامه هي مدخل لقلوب الناس، فلما تقابل شخص الصبح وتلاقيه مبتسم هذا الشيء بخليك تشعر تلقائيا بالراحه، هذا غير انه الضحكه هي عامل جذب للطاقه الايجابيه. تماما، وهي دائما بتخلينا قريبين من الناس يلي حوالينا. كثير من الدراسات اكدت انه للابتسامه فوائد عظيمه وكبيره، ابرزها انه بتخليك تبين اصغر بالسن، ويمكن هذا الشيء اللي كلياتنا بنحب انه يبين علينا، بتخفف التوتر، بتخفف القلق يلي ممكن انه نعاني منه. لنعرف اكثر عن فوائد الابتسامه خلونا نتابع سوا التقرير القادم. أكدت العديد من الدراسات أنه الابتسامة بتفرز هرمون الإندورفين يلي بيساعد الشخص على الشعور بالإيجابية والسعادة، وغير أنه ابتسامة وتعابير الوجه السعيدة للشخص تعطي شعور الثقة وتحسن العلاقة مع الأشخاص من حولك. وإليك خمس فوائد للابتسامة. أولاً، تخفيف التوتر والقلق، فإذا كنت تشعر بالقلق والضجر جرب تبتسم لثواني قليلة ورح تشعر بتحسن واسترخاء. ثانياً، تقوية المناعة، كون الابتسامة بتقوي جهاز المناعة وبتجعله قادر على العمل بكفاءة أكبر وبيزيد من مستويات هرمون السعادة والمزاج الجيد. ثالثاً، تساعد الابتسامة من وقت لآخر على ضبط مستوى ضغط الدم بالجسم وبتعدل ضربات القلب أثناء الإجهاد. رابعاً، تعمل الابتسامة كمسكن طبيعي للألم في بعض الأحيان وأفضل من الدواء. خامساً، الابتسامة. الابتسامة تجعلك تبدو أصغر سناً وأكثر جاذبية، بالإضافة إلى أنه بتعطي للآخرين انطباع عنك بأنك شخص محبوب ومريح. وفي حال شعرت بالأيام القادمة بالكآبة، ما عليك إلا تبتسم ورح يتحسن مزاجك خلال بضع دقائق. فالفوائد يلي ذكرت سابقاً هي أسباب كفيلة لتشجعك ترسم ابتسامة على وجهك، وتذكر إنه ابتسامتك وضحكتك هن مفتاح سعادتك وطاقتك الإيجابية، بالإضافة لانطباع الناس عنك. وأخيراً، ضلوا ابتسموا دائماً. يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، وهلأ وصلنا لأولى فقراتنا وحنحكي فيها عن موضوع مهم جداً. كثير من الأشخاص بيعانوا من النوم أو قلة النوم أحياناً لفترات كثير طويلة. الآراء بتختلف، يعني أوقات ناس بتقول والله من التعب نمت، أوقات بتقول من كثر التفكير ما نمت، الثالث بيقول حسيت حالي ما لي خلق لشي فنمت. وممكن يكون هذا النوم سببه هروب من الواقع أو حتى هروب من الهموم، حتى ممكن يكون مرض نفسي أو اكتئاب. تتخيلوا قديه عن جد الموضوع مهم؟ يعني إحنا ما مننام بكثير من الأوقات لأنه بس بدنا نرتاح. في أشخاص عن جد بيهربوا من الواقع بالنوم. من الآخر، أنت من أي جماعة؟ أنا من الناس اللي ما بنام. في مجال ما نحكي عن النوم نحن فايقين الساعة 7 الصبح إذا بتريدوا، بس مضطرين رح نكمل فقرتنا اليوم. النوم عادة محببة يعني للكل على اختلاف حالاتهم وروتين حياتهم، فأنت مبسوط بتنام وأنت زعلان بتنام، كمان يمكن أول شيء بتعمله وقت يكون متوتر بتنام لتهرب يمكن من ضوجة أفكارك. لحتى نعرف أكثر عن النوم وإيمت بيكون هروب من الواقع وإيمتى بيكون تعب، صارت معنا بالاستوديو ضيفتنا غالية أسعيد، دكتورة بعلم النفس العلاجي اللي دائما بتعطينا نصائح مهمة. اسمعوا. صباح الخير. يا صباح الخير، يسعد أوقاتكم. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن النوم، كثير من الأشخاص عن جد بيحبوا النوم. صح. وبيعتبروا إنه خلص نحن عم نريح. في أشخاص عن جد بيوصلوا لمرحلة إنه نحن كل الوقت نايمين. صح. هون يعتبر في حالة نفسية وهون في حالة نفسية. كثر النوم على شو بدل بعلم النفس؟ تماماً. هلا أول شيء تعالوا نبلش بالمقولة المعتبرة. لا، النوم سلطان، سمعانينا هاي الكلمة؟ طبعاً.
النوم ما في احلى منه. لما بيكون بالحاله الطبيعيه، لما بيكون بالمرحله الطبيعيه بعد جهد كل نهار بعد تعب، وقت النوم الطبيعي الساعه البيولوجيه لما بتكون هون فعلا تطلع عليه النوم سلطان، وهو يعني المغذي الروحي الاساسي. لكن نحن بدنا نروح للشق الثاني اللي هو النوم الكثير، يلي يهيئ للبعض بانه هو حاله عاديه مثل ما تفضلتوا. في ناس بتهرب بين حل مشاكلها، في ناس بتمل ما عندها شيء فبتقوم بتنام، في ناس لكن اخر الدراسات قالت انه قال هذا النوم الكثير هو عباره عن اضطراب نفسي، يعني ما نو شطاره يعني ما نو فكره نحن عم نفكر حالنا انه عم نريح اجسامنا او عم ندخل بمنطقه الراحه، لا ابدا تماما. قال النوم الكثير او النوم الطويل نزل تحت متلازمه اسمها كلاين ليفن أو اسمه الجمال النائم، نسبة لقصة الجميلة النائمة إذا بتتذكروها، لأنه هي نامت لوقت كتير طويل. فتسمت هاي المتلازمة على هاد الأشخاص نسبة للأشخاص يلي بيناموا أكثر من 10 ساعات، يعني ممكن يصل نومهم من 10 ساعات لل 12 ساعة وفي منه لل 15 ساعة. هاي هون بتطلع عنا بقى حلقة إنه شو هذا النوم، شو الفكرة، شو الأسباب، ليش عم بيناموا بهاي الطريقة، شو الفكرة اللي بدهم يوصلوا لنا إياها، هل هو حالة طبيعية؟ أكيد لا، ما له حالة طبيعية. هل يصنف أنه من الاضطرابات النفسية؟ للأسف نعم، يصنف أنه هو متلازمة نفسية تحتاج إلى تدخل أخصائي نفسي وتقويم للعلاج السلوكي. تمام. طيب بعيداً عن الأشياء النفسية، في أشخاص هن يعني عندهم حالة خمول مميتة، يعني عليكي يعني بضلوا تلاقيهم هيك ما لهم حيل يتحركوا، ما لهم حيل يقوموا، بضلوا متسطحين كل النهار. هون منقول انه منشأ نفسي ولا لا حاله خمول مرضيه؟ يعني تماما يا صديقتي. هلا لما بيجي الشخص بيراجع بهي الفكره، نحن اولا كاخصائيين نفسيين نتوجه فورا لطبيب عصبيه او لطبيب مسؤول عن تنظيم هالقصص، ونطلب منه فحص جسدي حسب الطبيب اللي بنتوجه له. هلا الطبيب لما بينفي في عنا عله جسديه، مثلا ما عنا نقص بالفيتامينز، ما عنا مشاكل بالدماغ، ما عنا مشاكل بالجسم، هون بنتوجه للحاله النفسيه. لكن غالبا وصراحه اكثر الناس اللي بتعاني مثل ما تفضلتي انه خمول وما عم بقدر، لما بيتوجهوا لطبيب عصبيه او لطبيب داخليه بيلاقوا انه عنده نقص كثير كبير بالفيتامين، وخاصه فيتامين د. فيتامين د هو السحري اللي نقصه، انت قاعده بتعملي هيك بس بتنامي. وعن تجربة أنا جربتها صراحة، يعني فعلا مثل الأميرة نائمة، لأنه مجرد ما حدا يدير وجهه عنك بس ثواني وبتنامي بعمق وباستغراق. ففيتامين د هو واحد من الأسباب اللي أولا نحن بننفيها. نقطة اللي كتير تماما كنت جاي أقول أنا وقت كنت حامل وين ما حطيتني نايم هذا مبرر، 9 شهور نتحمل ماشي الحال، هذا مبرر لبعض الحوامات. شو كمان؟ تبدل بالهرمونات. في النقطة اللي كتير مهمة، ضربة على الدماغ، مشكلة بالرأس، فحص بنطلب من الطبيب العصبية يعمل لنا صورة رنين مغناطيسي أو طبقي محوري لنعرف إذا في مشكلة بالدماغ بتأثر على خلل باضطراب النوم. تمام. تخيلوا هذا الموضوع هي كله. هي بعد فوق 10 ساعات، من 10 لل 15 ساعة. بعد منها بنتوجه إذا نفينا كل الأعراض إنه في عنا خلل نفسي لازم يتعالج. تمام. يعني نحن حكينا عن القصص الصحية اللي ممكن تكون مرافقة للنوم في حال نحن نفينا هاي الأعراض، فنحن نتوجه لعند الأخصائي. تمام. طيب في كثير من الأشخاص ممكن أنه يلجأوا للنوم بسبب مجموعة من المشاكل يلي بيعانوا منها. صحيح. قد يكون هروب من الواقع، قد يكون قصص نفسية أو ضغوطات حياتية. طيب نحن اليوم إمتى المفروض الشخص يكون واعي على حاله أنه أنا اليوم بعاني من مشكلة؟ لأنه في كثير من الأشخاص بيرفضوا الموضوع، بيقولوا حالة طبيعية، فما بيتقبلوا أنه أنا بعاني من قصة نفسية. أول خطوات يمكن العلاج تقبل الفكرة، وإمتى أنا ألجأ للأخصائي النفسي؟ تمام. إمتى ألجأ؟ تمام. هلا اولا فكره انه انا اهرب من مشاكلي للنوم هي ابدا فكره مرفوضه تماما. لانه بالمنطق وبالعقل اي فكره اي مشكله هربتي منها ولو نمتي لساعات رح تتفيقي، حتلاقيها موجوده يمكن تكون متفاقمه اكثر، يعني كبرانه اكثر. فتعوا نتفق انه النوم والهروب هو ما له حل ابدا ابدا لحل اي مشكله. طيب انا ما بلجأ للنوم الا فعلا لما بكون انا دخلت بالوقت المناسب للنوم. يعني كلياتنا عندنا ساعه بيولوجيه بجسمنا، ناس على الساعه 10 طبيعي جسمك بيعطيكي انذارات انه يلا حسب متعود صار حسب انت مو معوده جسمك.
بس يكون وقت قرب وقت النوم او الساعه البيولوجيه تبعي بلشت بدها تعطيني انذار النوم، انا هون بتوجه للنوم. ما اتعامل مع النوم انه هو وسيله للهرب او هو وسيله لحل المشكلات او وسيله لتقضية الوقت. مثل ما تفضلتي في ناس بتمل فبتقوم بتنام، اي ما عندي شيء اعمله يلا قايم نام، هذا خطا تماما. الدماغ بده يصير يبرمج حاله انه انا شو عم بعمل، انا بس عم بدخل من دوره نوم لدوره نوم. صحيح. للمعلومه على السريع، دورة النوم الطبيعية بالنسبة لنا نحن كبالغين هي 8 ساعات ل 10 ساعات، يعني 10 ساعات زيادة كثير. لما بنقطع نحن ال 8 ساعات الدماغ بيعرف انه خلصت الدورة الأولى فلازم نحن نصحى. إذا قطعنا فتنا بالدورة الثانية فبنفيق مكسرين. صايرة معكم هيك؟ صايرة. يعني إذا نعمتي لك شي 12 ساعة ما في مو مرتاح يعني. صح أبدا، تعبانة ومتضايقة وبتقولي عم تشكي من آلام وأنا مالي مرتاحة لأنه أساسا أنا ما نمت الدورة الطبيعية. مثل نومك بعد الظهر مؤذية بعد العصر قاتلة بعد العصر وأحلام الفظيعة والخلافية يعني. يعني بتشوفي الكائنات الفضائية كلها يعتبر النوم اللي هي أساساً حتى يعني ما أنا نومة صحية أبداً ولا واردة أبداً أنه حتى للدماغ احترام للدماغ. فما منهرب للنوم إلا لما بيكون حالة طبيعية. إمتى بنطلب استشارة أخصائي نفسي؟ لما بنشعر أنه نحن فعلاً عم بتزيد ساعات نومنا بشكل كتير كبير، نحن عم نهرب من هذا الواقع، عم نفي بعد فترة بنلاقي حالنا بعزلة اجتماعية. اضطراب النوم الكثير بيعمل حالة من عدم الإدراك، حالة من عدم التذكر، من التشتت، من الانتباه، بيعمل عزلة اجتماعية وبيفقد المهارات الحركية. يعني هذا اللي بينام صبات شتوي في على فكرة عنده كتير حركة حياة، يعني شغلات نسيانة بحياته. يعني ممكن الأحيان يتعصب بالكلام اللي بيناموا كتير لوقت كتير طويل. خلص الدماغ نايم حتى. الدماغ نايم أساساً. في سبب كتير مهم حتتفاجأوا منه. في دراسة قالت أن الأشخاص اللي عندهم سمنة زائدة معرضين كتير للنوم الكثير. تخيلي انه ممكن السمنه الزائده يعني كثير كثير ناصحين إيه خلص ما عاد له قدره إيه عندهم تعرض كثير كبير لمتلازمه الجمال النائم النوم الكثير مثل ما بتحبوا تسموها حلو اسم المتلازمه فكره بالنسبه للقصه اللي هي كانت نايمه كثير والقصص هي. وفي نقطه كمان لازم كمان ندقق عليها ونطلب استشاره فيها، في ناس اثناء النوم بصير عندهم انقطاع بالنفس، هذا بيعمل توتر بالنوم وبالتالي بفيق الشخص عنده دورة نوم غير منتظمة وبيستجر أكثر ساعات نوم. يعني مثلا بيكونوا نايمين ففجأة بصير في عندهم حالة انقطاع بالنفس، فالدماغ بينبه الجسم إنه أصحى صار في حالة انقطاع بالنفس ممكن تتكرر كذا مرة، وبالتالي بنصحى نحن الصبح بنقول مكسرين ما لنا شبعانين فبتزيد دورة النوم أكثر. بتزيد يعني غالية كونك اختصاصك دكتورة بعلم النفس العلاجي، في حال كان المنشأ نفسي من اضطراب النوم الزائد كيف بيتم العلاج وهل هو خلص بيتعالج 100%؟ تماما. هلا اولا الاراده، دائما الشخص يكون هو بده يعني مو هو رضيان بهذا الواقع. النقطه الثانيه هو بده يمشي معك ضمن نمط سلوكي علاجي لا يقل عن 6 شهور بصراحه. تمام. حتى يرجع يقدر يدرب جسمه على النوم بطريقه معينه وتخفيف ساعات النوم، ونحن بنقول له على سيستم معين لازم يمشي فيه ويلتزم فيه كتمارين رياضيه كتمارين حركيه جهديه ذهنيه، حتى بنقول له انه امتى لازم يدخل على غرفه النوم. واكبر غلط للناس كثير بتعمله انه في كثير ناس بتقضي حياتها نصها على السرير او هذا، وهذا كثير غلط. بدرس على التخت او 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 تماما. هي دراسه على التخت الحل السحري للنوم. عن جد انا دائما كنت مجربتها والله، كنت دائما ادرس على التخت يعني سكر الكتاب وعدي للعشره بتكوني باعمق نوم بحياتك. كنت فكر حالي انه اني عم بدرس فانا عم بدرس انك تعبانه من الدراسه انت عم تهيئي بيئه ظريفه للنوم. فلا نحن دائما بنقول لهم انه عندنا خطه علاج بهذا الشيء بده يكون هو ملتزم فيها، اقل شيء بده تكون 6 شهور لحتى يتخلص من النوم الكثير او كمان بالمقابل يتخلص من اضطرابات قله النوم. سريعا في مشكله كثير بيعانوا منها الاشخاص، حكينا عن كثر النوم، في اشخاص وهن نايمين عندهم هذا القلق يلي بفيقوا يمكن شيء ما بعرف كم مره بالليل. بتحسي حالك فايقه مكسره، بتحسي حالك فايقه مالك مرتاحه، ما في نوم متواصل بين الساعه والثانيه بتفيقي، ووقت تفيقي ما عاد تعرفي ترجعي تنامي. هي الحاله هل تعتبر في كمان دلالات نفسيه بالنسبه لها؟ صحيح صحيح. مثل ما اول شيء في عندنا الجسديه يلي هي تقطع النفس اثناء النوم، هذا نقطه مهمه. اذا في عندنا امراض بالكلى او بالجهاز البولي اللي بتستدعينا انه نقوم على الحمام كثير، ما تستخفوا بالفكره. كمان هذا بيقطع دوره النوم وبيعطي شعور بالخمول وبالكسل وانه انا ما نمت منيح. وبالجانب النفسي اللي هي التفكير الزائد ومشاعر الاكتئابيه، ما راح اقول اكتئاب راح اقول مشاعر اكتئابيه، راح لطفها شوي. المشاعر الاكتئابيه هو كثره التفكير قبل النوم، يعني انت شاحنه افكارك وحقلك بافكار افكار 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 افكار، تلقائيا يعني توقعي انه بده يفيقك عقلك بالليل انه قومي احنا عم نفكر بالقصة. كم مره صارت معكم فقتوا بالليل قعدتي هيك
فكرتي بالشغله اللي صايره؟ الحمد لله انا شخصيا بتصير معي كثير يعني ما عم بعد والله أبدا. انا في بس ما بفكر بشيء يعني في بصفن شوي برجع بنام. هي دول العشر دقائق شفتيهم اللي فقتيهم قادرين يعملوا لك يعني دمار بدوران النوم وبالتالي بتفيقي متضايقه ومكسره ونهارك سيء وبتقولي انا ماني شبعانه تمام لانه دوره النوم اللي حكيتي عنها قبل شوي هي كل شوي عم تبلش ترجع تنقطع نشاط تماما لك قبل ما تناموا لا تفكروا انه بكثير شغلات يعني حاولوا تجيبوا احلى شغله صارت حلوه بحياتكم تفكروا كلمه حلوه سمعتوها وناموا مشان ما تفيقوا مزعجين منها. نتمنى اكيد الصحه والسلامه لكل الاشخاص اللي عم بيشوفونا والصحه والسلامه لك غاليه شكرا كثير اهلا وسهلا فيك نهاركم سعيد يا رب شرفتينا واهلا وسهلا فيك نهاركم سعيد وهلا صار الوقت ننتقل لعند الشيف بشرى حتى نشوف مقادير وجبتنا لليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم بدايه اسبوع كله خير وصحه وبركه على الكل. اليوم وصفتي رح اعمل وصفتين، شوربه الحريره المغربيه ورح اعمل مافن البصل المكرمل او كب كيك او كيك مالح، هيك بناسب رمضان. هلا انا الوصفتين ما دخلهم ببعض يعني بس انا نقيتهم ورح احكي ليش يعني. اول شيء رح بلش بالشوربه بطنجره على النار، رح احكي لكم ليش نقيت هي الشوربه ونحن عم نطبق المقادير مع بعض. عندي هون معلقتين من زيت الزيتون، فيني استعمل اي ماده دهنيه بس اكيد لما بقول انا بدي شيء صحي اكثر اكيد بستعمل زيت الزيتون. هلا بس ليسخن زيت الزيتون رح نزل باقي الخضار. هي الشوربه هي تعتبر يعني تقريبا متكامله، فيها كل العناصر الغذائيه. هلا اللي حابين انه يضلوا مكملين بنظامهم الصحي ويعني يضلوا هيك محافظين على نمط أكلهم برمضان، دائما بنقوا شيء يعني نوع أو نوعين يكملوا بعض بالإفطار. يعني مو مثلنا إنه نحن منحب هيك نحط كذا نوع وكذا صنف ونقعد نشتهي على كتير قصص. هلأ هي الشوربة فيها كل شيء وأنا رح استعمل فيها كمان اللحمة، وهلأ رح أحكي كمان إنه بديل اللحمة إذا مثلا بدي إياها تكون نباتية أكيد فيني استبدل اللحمة بأنواع تانية من الخضرة. بلشت بحبة من البصل مفروم ناعم تقريبا حبة حجمه وسط. هلأ هون بلشت تدبل عندي البصلة، أكيد عم دبلها بزيت الزيتون. رح أضيف معلقة من معجون الثوم والزنجبيل. زنجبيل الفريش هو أساسي بالمطبخ المغربي بشكل عام، يعني بالمغرب العربي. هلأ إذا موجود نستعمله، أكيد في فوائد كتيرة. ما أنا موجود أصلاً أنا بالبهارات عندي بودرة الزنجبيل كمان، يعني دائماً لما مستعمل زنجبيل الفريش برجع بقوي النكهة بالبهارات. هون أول ما يبلشوا يطروا عندي رح ضيف تقريبا عندي وقية من اللحمة المجرمشة. هلأ هي أصولها تكون اللحمة شوي خشنة أكثر من المجرمشة، يعني تكون راس عصفور، بس أنا لحتى ما يعني تاخد معي وقت أطول بالاستواء نقيت المجرمشة، فيني استعملها بلحمة ناعمة كمان لحتى ما تاخد معي وقت إنه تتقلى اللحمة وتبلش تستوي. ممكن استبدل اللحمة وأنا بعملها كتير هاي الوصفة، بضيف بدل اللحمة باذنجان مقطع كيوبس ناعمين، كمان بيلبق طعمة الباذنجان مع باقي المكونات اللي رح نضيفها. وبنفس الوقت مثلا أنا ما عندي لحمة اليوم وبدي أعملها، أو أنا حدا نباتي ممكن إنه ما بدي استعمل اللحمة فبستعمل باذنجان، وأحيانا بحط معها الكوسة. بس الباذنجان يعني بحس إنه مثلا حبة باذنجان كبيرة بديل صحي كتير وطيب كتير بهي الوصفة بديل عن اللحمة. هلأ هون بس بلشت اللحمة عندي تغير لونها، رح ضيف البهارات. ومثل ما قلت فيكن تستعملوا راس عصفور، فيكن تستعملوا لحمة شقف، بس رح ياخدوا وقت أطول بالاستواء. وممكن استعمل لحمة مفرومة كمان ناعمة. هلأ هون عندي البهارات، معلقة صغيرة من الكزبرة، بودرة الزنجبيل، بابريكا، كركم والكراوية المطحونة. بس قبل ما أضيفهم رح أحط عندي هون، هلأ هو المفروض قرن من الفلفل الحادة اختيار للي بيحبوا الحاد، وعندي ورقة غار بس أنا عندي حبات صغار فأخذت حبتين من كل نوع. رح أضيفهم كمان مع اللحمة، هدول أكيد رح قيمهم آخر الشيء، يعني أكيد حبة الفلفل اللي ما بيحبوا الحاد يعني تطلع لهم هيك حبة كاملة ما رح تزبط. وأكيد ورق الغار كمان مو حلو إنه يضل بقلب الأكل بعد ما يستو، أو يعني بعد ما أحس إنه خلص اللحمة والباقي المكونات أخذوا هاي النكهات رح قيمهم. رح أضيف البهارات اللي حكينا عنها، معلقة صغيرة من كل نوع، فيني كتر قلل حسب أنتوا شو بتفضلوا وشو اللي موجود عندكم كمان من البهارات. أكيد فيكم
ضيفوا النكهة اللي حابينها غير عن هدول البهارات، أو إذا في شيء ما أنا موجود عندي كمان ممكن ما أضيفه عندي بين المقادير. هلأ هون راح أضيف عندي العدس، نص كوب من العدس البني أو الأسود، العدس بس مغسول ما نو مسلوق لأنه العدس ما بياخد وقت طويل ليستوي، بس عندي كمان نفس الكمية حمص، الحمص سلقته من قبل، يعني أنا عيرت نص كوب من الحمص، أكيد بعد ما ينسلق بيضاعف حجمه، بس عيرت نص كوب من الحمص وسلقتهم، أو ممكن استعمل المسلوق الجاهز كمان، هي بترجع لألكم. وقت بستعمل علب المسلوق أكيد بغسلهم كتير منيح لحتى أخلص من المواد الحافظة. الحمص مسلوق 3 أرباع استواء، يعني هو أصلاً وقت بنسلقه بالبيت أو حتى العلب ما بيستو استواء كامل مثل بياعين الفول والحمص، فهذا كمان بيساعدني إنه لبين ما يستوى باقي المقادير تستوي عندي، يعني كمل الحمص استواء. أكيد اللحمة والعدس رح يستووا بنفس الوقت. هلأ هون عندي معلقة كبيرة أو معلقة طعام من دبس البندورة، ورح ضيف كمان البندورة الفريش كمان هيك أساسية. البندورة حبتين من البندورة قشرتهم وقطعتهم ناعم، يعني قد ما فيكم نعموهم، بس أنا ما بفضل إنه أضربهم على الخلاط لأنه هي الشوربة فيها كتير مكونات وهي ما رح تنطحن، فحلو إنه يضل هيك قوام البندورة كمان واضح بس ما تكون التقطيعة خشنة. هلأ هون ضل عندي المي، رح ضيف تقريباً لتر من المي، ودائماً متعودين إنه نحنا المي منعدلها حسب قدية بدنا إياها سماكتها. عندي نص كوب من البقدونس والكزبرة، رح ضيف قسم منهم هلأ، ورح أترك القسم ضيفه آخر الشيء بعد ما تستوي عندي الشوربة، لأنه هلأ أكيد هاي الأعشاب رح تطرى عندي، فبترك منها قسم رح تضيفها آخر شيء لحتى هيك تضل فريش. عندي البهارات كمان الملح والفلفل، هدول رح ضيفهم آخر شيء، وعندي آخر مكون كمان ربع كوب من الشعيرية، هلأ أنا رح استعملها بدون تحميص، فيكم تحمصوها وتضيفوها. عندي هون معلقتين من الطحين رح سمك فيهم الصوص، بس رح حمصهم شوي. هلأ هنا بالعادة بالوصفة الأساسية بيحطوا الطحين ني، بس أنا حابة هيك حمصهم شوي على نار هادية لحتى أخلص من طعم الطحين الني بقلب الوصفة، ورح أضيفهم آخر الشيء. هلأ نحن أكيد بالفقرة الثانية رح أرجع، إذا عملت شيء تحت الهواء رح أرجع أخبركم شو عملنا، أو ممكن أنا أستنى لترجعوا لعندي بالفقرة الثانية لنكمل وصفتنا، وأكيد رح نعمل مفن البصل المكرمل. هلأ أكيد رح ترجعوا لعند الصبايا وأنا برجع بلاقيكم بالفقرة الثانية. مفن بصل مكرمل، تحس الكلمات يموم مو لابقة لبعضها، بس تطلع آخر شيء النتيجة طيبة. طيبة كتير على سلام إيديك يا شيف. شكرا لك، روائع رائعة تماما هلأ جاي، لأنه حتى كمان عم تعطينا هيك مجموعة خيارات إحنا بنقدر نعملها بشهر رمضان المبارك. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. هلا صار الوقت نروح لحتى نعمل شويه تمارين رياضيه، يعني يومين وبيجي شهر رمضان المبارك، ان شاء الله بنعاد على الجميع يا رب بالصحه والسلامه. لازم نضلنا معودين حالنا بهي الساعه في الرياضه، ساعه ما يكون قدرانين نحن بعشر دقائق واصلين على البيت. صباح الخير. اليوم رح نعمل مجموعة تمارين بتشغل كل عضلات جسمنا. هذا النوع من التمارين حيتخلل لهم دائما اوزان، فهالشيء اكيد رح يزيد من عنا من قوة العضلات. نعتمد نظام السيركت ورك اوت فيهم، يعني بنلعب التمارين كلهم سيركت واحد بريح تقريبا ما يعادل دقيقة، وبنرجع بنعيد سيركت ثاني. التمرين الأول رح يكون حننزل تحت ديد ليفت، بنرفع حلف الوزن من فوق راسنا، ننزل تحت 2
حلقة جديدة. يا صباح الخير لكم مشاهدينا عن جديد، وهلا وصلنا لفقرتنا القانونية. المشاجرات أو الخناقات هي أفعال بتصير بين شخصين أو حتى عدة أشخاص، ممكن تكون مقصودة أو حتى غير مقصودة، ولكن ممكن الموضوع يتحدد حسب الأفعال الصادرة عن كل شخص، مثل الضرب، القتل، الشتم، القدح، الذم وغيرها الكثير من الأنواع من القصص يلي محتمل أنه تتحول لجرم بحد ذاتها. وقديه ممكن يختلف الأشخاص على موضوع المشاجرات وبدون ما يفكروا بالتفاصيل ولاحقاً شو ممكن يصير. في عي، صاير عي يا شباب، بس شو بيصير تبعات لهي المشكلة؟ ما منعرف. بفقرتنا القانونية لليوم رح نتعرف أكثر على أنواع المشاجرات والإيذاء، ونتعرف على رأي القانون السوري فيها وكيف بيتم المعاقبة عليها، وشو الأخطاء الموجودة يلي لازم نتدارجها. تفاصيل وأجوبة كتير رح نتعرف عليها مع ضيفتنا المتواجدة معنا بالاستوديو المحامية رغد الصواف. أهلا وسهلا فيكي أستاذة، صباح الخيرات. أهلا فيكي، يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني موضوع عن جد ما كثير من الأشخاص ممكن تعرف شو هي تبعاته. ممكن نقول خناقة بين أي اثنين ما تتسمى مشاجرة بالقانون السوري. حضرتك هلأ حتوضحي لنا أكثر شو هي المشاجرة وكم عدد الأشخاص يلي ممكن يكونوا فيها، ولكن كمان بدنا نفرق بين أنواع الإيذاء المقصود والغير المقصود. تمام، أول شيء يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. القانون السوري المشرع السوري بقانون العقوبات خلينا نقول قسم الجرائم على اساس محل الجرم، يعني على اساس صفة المجني عليه. عندنا جرائم واقعه على الاموال، جرائم واقعه على الاشخاص، جرائم واقعه على الدوله الى اخره. جرائم الايذاء المقصود وغير المقصود اللي من ضمنها المشاجرات هي من الجرائم الواقعه على الاشخاص اكيد، لانه محل او بالاحرى المجني عليه هو شخص. فبالإيذاء بنكون عم نعتدي أو بيكون الفاعل عم يعتدي على حق الشخص في سلامة جسده. تمام. إما بالضرب، إيذاء، جرح، أعمال عنف، أي أعمال عنف تحت أي شيء تحت مسمى أعمال العنف. تمام. هلا منفرق بين الإيذاء المقصود وغير المقصود بالركن المعنوي للجريمة. كمان بالقانون قسم المشرع العقوبة على أساس الركن المادي والركن المعنوي والنتيجة الجرمية. هلأ عنا أول شيء الركن المادي هو الفعل يلي بيقوم فيه الفاعل لحتى تحصل النتيجة، لازم يكون في علاقة سببية بين الفعل والنتيجة. تمام. فالركن المادي هو الفعل يلي بيقوم فيه الفاعل، إما ضرب، إما جرح مثل ما حكينا، إما إيذاء، يعني أي عمل إيجابي خلينا نقول أو امتناع عن عمل. مرات بيكون يعني هو لازم يعمل عمل لحتى ما يعني لحتى ما توقع جريمة معينة، هلا بنحكي عنهم لاحقا، جرائم الإيذاء غير المقصود، وهو امتنع عن القيام بعمل وكان القانون بيفرض عليه انه يقوم بهذا العمل يحاسب. تمام. هون بنكون اذا كان في نتيجه، اذا كان في نتيجه جرميه هون يحاسب، لو هو انه هو امتنع عن عمل مثل ما عم قلك كان القانون. تمام. بيلزمه انه يقوم بهذا العمل. تمام. هلا القانون المشرع فرق بين الايذاء المقصود وغير المقصود. بجرائم الايذاء المقصود مثل ما حكينا الركن المادي والمعنوي والنتيجه السببيه. كمان فرق المشرع بشيء بين شيء اسمه جنح الايذاء المقصود وجنايات الايذاء المقصود. طبعا بيختلف الموضوع حسب جسامه الفعل وحسب العقوبه المقرره لكل فعل لاحقا. بجنح الايذاء المقصود اللي بيحكمه موضوع التعطل عن العمل يلي بيقرره بالنهايه بترجع فيه محكمه الموضوع للخبراء المختصين. تمام. ممكن يكون التعطل عن العمل من يوم لعشرة أيام، هون في إلها عقوبة، بس هون ما بيقدر يعاقب القانون إذا ما كان في شكوى من المتضرر. تمام. من فوق العشرة أيام لحد العشرين يوم هون كمان في إلها عقوبة معينة، كمان لازم يكون بيقدر عفوا بتقدر النيابة العامة تحرك دعوى الحق العام لو ما كان في شكوى من المتضرر. وفي عندك بالجناح كمان اللي التعطل عن العمل اللي بيكون من فوق العشرين يوم وبتضل المدة مفتوحة لحد ما خلينا نقول يرجع يتعافى ويقدر يرجع يتابع اعماله. خرب بيته للشخص المدعى عليه. هلا التعطل عن العمل هو اما انه يكون ما له قدران يقوم باعماله اليوميه اللي بيقوم فيها كل يوم، او مثلا تعطل عن العمل لعضو من اعضائه، مثلا ايده ما عاد قدر يحركها، انكسرت رجله كذا الى اخره. جنايات الايذاء المقصود عندنا الايذاء المقصود الذي يفضي الى عاهه دائمه، عندنا الايذاء الذي يفضي الى الاجهاض، وعندنا الايذاء المقصود الذي يفضي الى الموت.
تمام. هون طبعا بتختلف العقوبات حسب هون صرنا جنايات، صارت اختلفت العقوبه، صارت حبس من سنه من 3 سنين ل 15 سنه طبعا حسب الحاله. في كثير تفسيرات بدهم يعني كتير. تمام. على اي اساس يعني القانون بيحكم انه هذا الجرم هو عن قصد او عن غير قصد؟ شطارت المحامي ولا فعليا الواقع؟ هلا مثلا خلينا نحكي مثلا بجرائم الإيذاء غير المقصود، خلينا نقول مثل ما عم لك في شيء اسمه ركن مادي وركن معنوي ونتيجه سببيه. الركن المادي هو الشيء العمل او عدم القيام عن عمل اللي قام فيه الجاني. الركن المعنوي هو العلم والاراده، يعني الجاني بتتجه ارادته لانه يقوم بهذا العمل وبيعرف النتيجه يلي حتكون من وراء فعله. تمام. وهذا المعيار. طبعا موضوع الإيذاء غير المقصود لما اقول لك انه ما قام بعمل او قام بعمل عن اهمال او خطا او قله احتراز او عدم مراعاه الشرائع والانظمه، خلينا نقول مثل موضوع حوادث السير. تمام. مثل ما ذكرتي حضرتك الاجهاض هو تمام. قد يكون ما بيعرف انه هي السيده حامل. تمام. قتلها تمام، ضربها مثلا ضربها اجهاض، هون صارت جنايه ايذاء مقصود. مقصود تتحول حتى لو كان غير مقصود. طبعا ما نحن لا هو عم يضربها فهو قولا واحدا ايذاء مقصودها. تمام تمام. بس لما اجهاض هون النتيجه بقى النتيجه الجرميه اللي صارت انه هي اجهضت اوكي فهو مقصود معينه وصارت جنايه. تمام. تمام. يعني اليوم نحن جايين على شهر رمضان المبارك، بتعرفي انه بهي الايام اللهم اني صائم اللهم اني صائم اللهم اني صائم وانا يعني بخانه وبارش وبلش لا بتقعد ببيتنا مسكره حالنا الباب وخلص. لا هلا في هي يمكن قسم من الاشخاص، في قسم ثاني اللي انا بخانه على الرايحه وعلى الجايه ومشاكل ومشاجرات. اليوم في اي اعتبارات ممكن القانون السوري راعيها في حال وجود هيك ضرب؟ بس بشهر رمضان المبارك. بشهر رمضان المبارك. لا 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 بصراحه لنكون صريحين، يعني القانون وضع لكل زمان ومكان، يناسب كل زمان ومكان، ما فينا نقول هون نرجع لقواعد الشريعه الاسلاميه، لاخلاق كل حدا فينا، لاخلاق المؤمن يعني ما في اللهم الحلم الصبر بلا لا ما في اللهم يعني ما في خناق وخلص بدنا نضل تبعنا اللهم اني صائم وانا لازم القانون هون ما له علاقه ما صائم مو صائم ما له بده يرجع على أخلاقه. يعني صدق رسول الله إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو شاتمه اللهم أني صائم، صدق رسول الله. هون يعني ما بدنا نرجع لقواعد الشريعة الإسلامية لأخلاقنا يعني. تماما. يعني هي من أكثر القصص يلي مفروض نحن دائما نحسب حسابها بأي مشكلة بأي قصة ممكن تصير معنا. يعني أخلاقك ممكن هي تعبر عن نفسك. تمام. أخلاقك ممكن تعبر عن تصرفاتك، مو دائما أنا ممكن رد الفعل او الاذى يلي ممكن ينأذى لي بنفس الطريقه. هو في قانون حيعاقب، هو في كمان ممكن نعرف نحن كيف نوقف الشخص عند حد يمكن بردت فعلنا تكون ايجابيه. تماما. يعني جرب ما ترد عليه وخلص تماما يعني بتجوا لعنا ترد له اياها فورا بتجوا لعنا نحن بنروح النيابه بنعمل ادعاء. بما انه حكيتي هي الجمله، شو الاجراءات اللي لازم يعني ينتبه لها الشخص وقت انا رايحه اقدم شكوى او دعوه ضد شخص معين هو اثاني ان كان عن قصد او من غير قصد، كيف بقدم هي الدعوه؟ اول شيء المعاينه او الشكوى. معاينه طبيه، حدا ضرب حدا او صارت مشاجره بمكان ما، كثير ضروري نتوجه لاقرب مشفى مثلا بالمنطقه اللي كانت، خلينا نقول نطلب معاينه، بيطلب الشخص يقول انا بدي معاينه، بدي معاينه، بدي تقرير طبي. واذا بدك اكثر كمان في مره عملناها متصل بقسم الشرطه، بنطلب من المشفى يتصلوا بقسم الشرطه التابعه للمنطقه اللي صار فيها المشاجره. اوكي. وبيجوا جماعه الشرطه وفورا بيعملوا معروض. هي حاله. ممكن الحاله الثانيه شكوى فورا للنيابه العامه، بيعمل شكوى، بيروح المجني عليه بيعمل شكوى فلان فلان، يعني بيحكي الواقع والحادثه اللي صارت. نحن بدنا نظل نقدم المعروض. تمام. اما الشخص او وكيله القانوني بيحكي الحادثه اللي صارت يعني بالشكوى اللي مقدمها، وبيحولوا النيابه العامه لقسم الشرطه المختص التابع له مكان وقوع الجرم، وهنيك بيحكي شو صار معه. طبعا بنفس الفتره كمان موضوع المعاينه الطبيه، اهم شيء ما يتاخر موضوع المعاينه الطبيه. تمام. يعني بوقت المشكله صارت لازم اعمل تقرير طبي. موضوع التعطل عن العمل هو اللي بيلعب دور بمده العقوبه. تمام. يعني مثل ما قلتي اذا هي فقط لعشر ايام. تمام. او استمرت دائما هو التقرير الطبي ممكن يكون هو اثبات على الاذيه او حجم الاذيه. فينا نتركه مفتوح وفينا كل 10 ايام نجدد. يا سلام. يعني هلا اللي عمل لا يعني
عن جد مرات بيكون تقرير مفتوح، لانه مرات ما يعني بيقولوا لك تقريره مفتوح، بس هلا هو بيروح كل فتره او خلينا نقول كل اربع خمس ايام بيرجع بينعرض على الطبابه الشرعيه ليشوف انه وين صرنا وين طورنا. على مثلا بحوادث السير عندك بالكسر او هدول القصص بعينه، اول شيء بيكون مرات بده صياغ، بده براغي، بده عمليات، بده كذا، بيضلوا تحت المعاينه. يعني هلا مثلا كمان بعد ما عملوا العمليه قد ايه بده وقت يضل مرتاح، قد ايه بده وقت ايه تمام يضل مرتاح. يعني القانون وهي القصص اللي دائما نحن بنحكي عنها بدها حلقات كثيره، بدها وقت كثير اطول. ان شاء الله يا رب دائما هيك الاشخاص بيتمتعوا بقدر كثير كبير من الحلم وكمان الروقان لحتى نخفف شوي مشاجرات على بعض، وان شاء الله بتمرق الايام بكل خير وسلامه. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لك استاذه رغد، اهلا وسهلا فيكي. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفاتنا لليوم. اليوم عم نعمل شوربة الحريرة اللي طبقناها بالفقرة الأولى، ورح نعمل مفن البصل المكرمل. هلأ الشوربة أنا ما عملت فيها شيء، يعني بس تركتهم هيك يغلوا على حرارة وسط لهادية. هلأ شو رح نعمل؟ رح ضيف الشعيرية. هلأ مثل ما قلت الشعيرية فيكم تقلوها، بس هي أصولها أنه ما تتقلى تنحط نية، بس اللي بيحبوا يقلوها أكيد فيني أقليها بشوية زيت زيتون أو أي مادة دهنية تانية وبعدين ضيفها. هلأ هون عندي الطحين كمان اللي حمصناه مع بعض بالمقلاية. الطحين إذا ما حمصته وضفتوه ني لازم بعد ما أضيف الطحين يغلي عندي المزيج تقريبا خمس دقايق، بس باعتبار أنا حمصت الطحين فرح ضيفه آخر شيء. هلأ بس تستوي الشعيرية ضيف الطحين وبترك الطحين يعني يغلي غلوة وحدة وبس، بعدين بطفي عليه وبتكون صارت الشوربة عندي جاهزة. أكيد هلأ ضفت الملح والفلفل وعندي الكزبرة والبقدونس اللي تركناهم. بعد ما اطفي النار رح اضيفهم لحتى يضلوا فريش. هلا هي السماكه كمان رح تسمك عندي شوي الشوربه، انا هيك بحبها تكون شوي سميكه. اذا بتحبوها مريقه اكيد فيكم تضيفوا كميه مي اكثر، ممكن تستعملوا كمان مرقه خضار. هلا المفن يعني هي بس تطبيق مكونات، شغلتها كثير بسيطه. رح بلش بالمكونات السائله. عندي حبه بيض، هلا هي خيار صحي عن مثلا السمبوسك او الشغلات المقليه. ممكن انا اعمل هي الوصفه واقدمها مثلا مع الشوربات او السلطات، يعني برمضان بتطلع كثير طيبه وبتناسب يعني كثير انواع من الشوربات والسلطات. حطيت كوب ونص من الحليب مع البيضه. هلا هون عندي ثلاث حبات من البصل مع 75 جرام من الزبده، كرملتهم مع بعض. كرملتهم اكيد لانه بياخذوا وقت، يعني بدي انا تقريبا بياخذوا نص ساعه على حراره وسط، طبعا مع التقليب يعني كل شوي بدي اقلبهم لحتى يتكرمل عندي البصل. وانا عم كرملهم مفروض انه انا حط معلقه كبيره من اكليل الجبل او روزماري، ما حطيتهم لحتى نطبق نحن المكونات كلها مع بعض. بس وانتوا عم تقلوا البصل مع الزبده عم تكرملوا البصل، ضيفوا الروزماري بيعطي بينكه البصل من البدايه واكيد بينكه لي الزبده. هون حطيت فلفل ابيض ورح حط كمان ملح. هلأ ضل عندي المكونات الجافة مع الجبنة. عندي عم بستعمل اليوم أنا كوبين من الطحين القمح الكامل. فيكم تستعملوا الطحين الأبيض، يعني بالنهاية هي يعني وصفة ممكن تكون هيك رمضانية، ممكن أنه يعني نستعمل الطحين الأبيض، بس إذا عندكم الطحين القمح الكامل أكيد في ألياف أكثر. ممكن استعمل طحين الشوفان كمان، يعني كلها هاي بدائل صحية. عندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر رح قلبها مع الطحين. أكيد اللي عندهم حساسية من الطحين فيني استبدل بطحين الشوفان.
رح ضيف الطحين بالتدريج مع التحريك. هلا المزيج رح يكون عندي مثل خليط الكيك، يعني رح يكون نوعا ما سائل شوي، ما أنا عجينه يعني. انا مجهزه هون قالب المفن او قالب الكب كيك، رح اخبزهم فيها، بس اذا ما عندي اكيد باي بايركس اي صينيه بالفرن، وبعد ما تستوي اكيد بقطعها بالشكل اللي بدي اياه وبتتقدم. هلا هون اخر مكون اللي رح اضيفه هو عندي كوب من الجبنه، انا عم استعمل الجبنه البيضاء قطعتها لمكعبات، وانتبهوا على ملوحه الجبنه يعني تاكدوا منها قبل ما تضيفوها. هلا هون رح وزع الخليط على القوالب الصغيره، والفرن حرارة الفرن لازم تكون أكيد مشغلة الفرن من قبل، حرارة 180. هلأ على هذا الحجم بياخدوا يعني تقريباً 15 دقيقة، أكيد كل ما كان الحجم عندي حجم الصينية أكبر والسماكة أكبر رح تاخد معي وقت أطول، بس لهذا الحجم تقريباً بين 13 لل 15 دقيقة. رح خلطهم وتأكد أنه تخلطوا منيح، وأكيد النتيجة النهائية رح تشوفوها بآخر الحلقة. هلأ رح ترجعوا لعند الصبايا وأنا برجع بلاقيكم بنهاية الحلقة مع شكل أطباقي اللي حضرناها اليوم. بس خليها تكمل الجملة بعدين أنت تدخل. أنا عارفة ما عم داخل، أنا عم أقول حتحكيني شو حيصير تحت الهواء. شو كانت عم بتقلي تحت الهواء؟ عارفين نعملها بالكباين حتى بالميكروويف؟ ايه بقول لك شغله ما جربت. لا ثاني معلي بس خدي وقت، خليني بس اعطيني مجال بس اني فرصتي برر الموقف. في مره كنت ساوي هيدا الكيك اللي بالميكروويف تبع 10 دقائق بالفرجي تبع ايوه تبع 10 دقائق اللي كان يطلع مزنخ معي، هي هي فينا نعملها تماما. هلا للامانه لما بيكون في بيض انا ما كثير بنصح بالميكروويف لانه عن جد بتزنخ، بس انه يعني في ناس بيعملوا كيك بالمج، فينا نعمل هي الوصفه بنفس الخلطه كمان بالمايكروويف. عرفتي والله مصيبه هي هون التنبله يعني باقصى مراحلها. فهمتي هي شكرا شيف، هي تنمرت عليك يعطيك العافيه شيف، شكرا لك. بشكل دعم الشباب حافز مهم لهم بحياتهم العمليه، لهيك انا دائما بدعمهم للاشخاص الموجودين معي، هيك بعطيهم حافز لانه يشتغلوا اكثر واكثر. انطلاقا من هذا الشيء او من هي الغايه بيسعى المعهد العالي للموسيقى دائما يقدم لطلابه فرص للوقوف على المسرح وايصال مواهبهم للجمهور ويخليهم يكسروا هيك حاجز الرهبه، رهبة الوقوف على المسرح اللي ما إلها مثيل عن جد. تماما، في كثير من الأشخاص أو حتى الفنانين الكبار بتلاحظي لحد هذا الوقت عندهم هي أول 10 ثواني والخوف تماما أمام الكاميرا أو حتى أمام الجمهور وقدام المسرح. فقدم المعهد العالي للموسيقى بالتعاون مع دار الأوبرا بدمشق أمسية موسيقية لطلاب صف الغناء الشرقي بالمعهد بإشراف أستاذتهم الأستاذة ليندا بيطار، وقدم من خلالها 12 طالب برنامج غنائي منوع بين القديم والتراثي. لنعرف أكثر تفاصيل عن هي الأمسية خلونا نتابع التقرير القادم. مغنيين عم يجوا يدرسوا بالمعهد ودائما عم بينتقي المعهد خامات مميزه جدا وشباب وصبايا موسيقيين بكل معنى الكلمه، وضروري يعني لنكمل المنح الدراسي لازم يكون في خبره للمسرح. فهن 12 طالب فضروري من خلال الصف انهم يطلعوا اقل شيء من خلال هالخمس سنين اللي عم يدرسوها تقريبا بحدود سنه لا عم بعمل حفله هلا صار لي هي ثاني حفله حد ان شاء الله هلا قدام كمان بلكي بيكتروا اكثر لحتى فعلا يكتسبوا هي خبره المسرح، لانه المغني مو بس صوت مو بس اداء، هذا الشيء بندرسه بالمعهد وبنشتغل عليه. المغني كمان حضور على المسرح كمان خبره، فهذا الشيء بتشوفيه وبتلامسيه لاي حدا بتحضري قد ايه عنده هي خبره المسرح. فنحن كمان من واجبنا كاساتذه انه نعطيهم هي الخبره ونسمح لهم يعني بهي الفرصة اللي مشكور المعهد العالي للموسيقى عليها ودار الأوبرا اللي بتحتضنه دائما.
بحب نعمل قطعة كلياتنا سوا يعني. أكيد أكيد هذا الشيء يمكن من ضمن الشيء اللي أنا كمان بيخطر على بالي كتير، وحابة أعمل هاي الفكرة إن شاء الله هيك قريبا يعني، لأنه فعلا أصوات مميزة جدا، أصوات بتستاهل كل الدعم وكل العطاء، لأنه بالأخير قد ما صار بهالبلد مثل ما بيقولوا هاي الطاقات الجديدة هي عن جد الأمل الكبير يعني، وهي إن شاء الله اللي هيك حنرجع ننهض معهم يعني. حفل اليوم هو حفل لطلبة صف الغناء الشرقي. طبعا نحن في هذا الشهر في سلسلة حفلات بتخص طلبة المعهد العالي للموسيقى، كنا أول امبارح مع فرقة الآلات التقليدية، كان بتاريخ 3/3 على مسرح دراما، اليوم مع طلبة الغناء الشرقي، وبكرة مع طلبة البيانو بالقاعة متعددة الاستعمالات. طبعا الهدف من هاي الحفلات هو من ضمن الخطة الأكيد التدريسية بالمعهد، من الضروري انه الطالب خلال انه تحضيره لبرنامجه خلال السنة انه هو يواجه فيه الجمهور، فهي بتعطيه خبرة مختلفة تماما عن الشيء اللي عم تلقاه بالمعهد من دروس او امتحاناته، وكسر هذا الحاجز، حاجز الخوف او حاجز الرهبة هو بحياته بنكسر، بس انه نوعا ما خبرة انه يطلع على المسرح ويحسن يعبر عن الشيء اللي عم يأديه ويوصله للناس. صف الغناء الشرقي هو من الصفوف المميزة بالمعهد العالي للموسيقى، يعنى بتدريس أصول الغناء الشرقي، بيقدموا برامج منها ضمن قوالب الكلاسيكية الغنائية، ومنها من أكيد من التراث الغنائي العربي والسوري. في مشاركات سابقة إلي، بس أول مشاركة إلي كطالب بالمعهد سنة أولى، هي أول حفلة بنعملها. عجبت وبحكيت ما بقدر أوصف، ما في من الأنسرين ده، كتير كتير استفدت معه أكيد. أول مرة أنا بطلع بحفل لطلاب الغناء الشرقي، أكيد هو يعني نتاج جهود كتير كبيرة، يمكن على مدار فصل كامل وأكتر حتى، وأكيد هيدا كله بفضل أستاذة الصف ليندا بيتار، وأكيد تعبوا معنا كمان كتير من الأساتذة، وأكيد عميد المعهد الأستاذ عدنان فتح الله رافقنا يعني ورافق كل تدريباتنا. حفل اليوم كتير متنوع حقيقة، وبضم كتير ألوان متعددة من الغناء الشرقي، مفاجآت حتى في رهبة للمسرح، حتى لو في نحن بنعرف دائما في مغنيين كبار بيكونوا نجوم، وحتى لو من زمان يعني ضل في رهبة للمسرح يعني، شو ما كانت الخبرة شو ما كان العمر اللي موجود بهذا المجال راح يكون في رهبة، بس أنه أكيد يعني يعني بما أنه نحن طلاب بالمعهد العالي للموسيقى فبيكون في عنا مشاركات بما يخص كورال المعهد، كورال الحجرة، أي الفرق تابعة للمعهد العالي للأوبرا أو تابعة لدار الأوبرا بشكل عام يعني. كانت لحظات التدريب جدا ممتعة، وأكيد يعني استاذتنا نتشكرها دائما لأنها هي دائما حدا معطاء من القلب، منحس حالنا يعني مثل كأنه هي إختنا الكبيرة أو مثل نحن هيك أولاد الصغار، على كتر الرعاية وعلى كتر ما نكون يعني خلص نحن حاسين بأمان الصراحة، أنه نحن عم نحضر، عم تعطينا الثقة، وعم نتدرب منيح، عم نجتهد الحمد لله. احنا هلا طالعين حتى نقدم نتاج الشيء اللي صار لنا فتره طويله عم نشتغل عليه، وهي فرصه كتير حلوه من المعهد لإلنا حتى نحن نبين تطورنا خلال دراستنا بالمعهد ونبين مواهبنا. كان في حماس يعني، كنا كصف طلاب كلياتنا كنا عم نشتغل طول الوقت، الكل سوا، الكل عم يدعم بعض، هذا الشيء اللي كان عم يشجعنا وعم يحمسنا كل الوقت.
يا صباح الخيرات، عن جديد وصلنا لفقرتنا الطبية بحلقتنا لليوم. شهر رمضان المبارك قرب وصار على البواب، وأكيد دايماً بنحاول نقدم لكم آراء ودراسات حديثة علمية وطبية مهمة لكل المرضى لإتمام صيام هالشهر بشكل آمن وسليم وصحي، وخصوصاً مرضى السكري الله يعافيهم يا رب، يلي دائماً بيكون عندهم استفسارات وأسئلة حول هالموضوع. يا ترى فينا نصوم؟ ما فينا نصوم؟ شو لازم نعمل؟ فاليوم رح نشاوبهم تماماً، وقديه ممكن يكون في تدابير وقائية وتفاصيل كتير ممكن أنه تفيدهم خلال مرحلة الصيام. بفقرتنا الطبية لليوم أكيد رح نحكي عن أبرز الطرق والخطوات يلي لازم يتبعوها مرضى السكري أثناء الصيام، ونعرف أكيد أهم التوصيات يلي لازم يأخذوها بعين الاعتبار. كل هي التفاصيل أكيد رح ناخدها من أهل الخبرة ونتعرف عليها مع ضيفنا المتواجد صار بالاستديو الدكتور زياد زودة، الاستشاري بأمراض الغدد والسكري. يسعد صباحك دكتور. صباح النور هبة. صباح الخيرات دكتور. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم، إن شاء الله رمضان يكون شهر مبارك على الجميع يا رب وعلى حضرتك. بداية، مرضى السكري كيف ممكن يتعاملوا مع فكرة الصيام؟ يعني أول شيء بدنا نقسم مشلين مرضى السكري لعدة، يعني في عنا سكري معتمد على الأنسولين، تمام، هذا غالبا ما بيقدر يصوم، وخاصة إذا عم ياخذ من أنواع بنسميها المختلطة من الأنسولين. إحنا الأنسولين المختلط النوع القديم التغى عالميا من سنة 1995، ولكن هو متوفر عندنا، متوفر عندنا لأنه رخيص الثمن، تمام، بس عالميا توقف من 29 سنة. صرنا نعطي نوع بنسميه مديد تركيبه إما جلارجين أو ديتامير، عم بيقول أنا أسماء علمية، بيتاخد مرة كل 24 ساعة ما له علاقة بالطعام، وفائق السرعة قبل كل وجبة من الوجبات، وهذا بيضبط السكر بشكل جيد. والحقيقة يعني مريض السكر يخص على الأنسولين ممنوع عليه الصيام، تمام. هلأ حتى نحن في عنا اللي بيتعالج فموياً بعد سنوات من المعالجة الفموية كمان ما عاد يمشي الحال، بده ياخد أنسولين، كمان انتقل صار هو كان نمط تاني بسبب ما عاد في بجسمه انسولين وعم ياخذ انسولين، صار يعامل معامله المريض السكري اللي عم ياخذ من البدايه انسولين، كمان ممنوع عليه الصيام، تمام. اذا عندنا وظائف الكليه ما انا مزبوطه، يعني الكرياتينين او الاي جي اف ار اللي هو بيعطينا الرشح الكبي بيعطينا فكره عن وظيفه الكليه، اذا كان في مشكله بالكليه كمان ممنوع الصيام. لازم نحن نعدد وجبات الطعام، نشرب مي بين الوجبات حتى ما تتفاقم الأذية الكلوية، تمام. بدنا نقول لكل مشاهدينا أنه أكثر الأذيات القلبية والعينية والكلوية هي ناجمة عن السكر الغير المضبوط. السكر المضبوط هبة بده يكون على الريق أقل من 120 ميلي جرام، بعد الطعام بساعتين أقل من 160 ميلي جرام، بده يكون الخضاب السكري أقل من 7% على شرط ما يكون فيه هبوطات وارتفاعات، لأنه المخزون هو عبارة عن محصلة، إذا عم يصير هبوط كتير بأرقام السكر وارتفاع كتير بأرقام السكر رح تكون المحصلة مقبولة نسبياً، بس في عنا تذبذب وهذا بالتالي ضار جداً للجسم، تمام. دكتور عم نحكي عن مرض يعني بحاجة لعناية خاصة إذا فينا نقول بالنسبة للأشخاص يلي بيعانوا منه، إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة لإلهم. بفترة الصيام كلياتنا بنعرف إنه مستويات السكر بالدم ما بتكون صحيحة، ممكن تؤدي لأذيات ما يكون محسوب حسابها، ممكن الأذيات تكون قلبية أو ممكن تكون كلوية مثل ما ذكرت حضرتك دكتور. شو التوصيات يلي حضرتك ممكن توجهها لهدول الأشخاص في حال كان وجود أذيات أو لا توخي الأذيات يلي ممكن يتعرضوا لها؟ أول شيء قياس السكر بالجهاز المنزلي ما بيفطر، يعني إذا كنا نحن صايمين وطبيبنا سمح لنا بالصيام ولازم يكون عندنا جهاز فحص سكر منزلي له مصداقية جيدة. قياس السكر كتير ضروري، نحن أوقات بالشهر الفضيل قبل بساعة قبل بساعتين أوقات أو بنص ساعة حتى من الإفطار بصير في عنا هبوط سكر، هبوط سكر مفاجئ. دكتور أنا بدي أنتظر سباقي نص ساعة، ما محرزة إنه أفطر روي علي نهار. بدنا نقول لكل مشاهدينا الخلايا العصبية خلايا نبيلة، والسكر الطبيعي اللي أكثر من 70 ميلي جرام ضروري حتى تكون هالخلايا بصحة وبعافية. إذا نحن حسينا إنه عنا أعراض هبوط سكر، وحتى بين قوسين أوقات عن مريض السكري القديم ما عنده أعراض لسوء الحظ،
مو كل الأوقات، وخصوصا إذا عم ياخد أدوية مثل الحاصرات بيتا، هي بتخفف شوي من أعراض هبوط السكر. بقى ما بدنا نحنا والله أنا باقي نص ساعة لسه، معلش بنتظر هالنص ساعة، لا لازم نفطر، لأنه صار في تهديد للحياة تماما، تهديد للخلايا العصبية. الخلايا العصبية خلايا نبيلة ما بتتجدد، بقى نحنا ما بدنا ننتظر، بدنا نفطر. إذا كان سكرنا مرتفع كمان بدنا نفطر، لأنه نحن وقت نشرب مي إذا كان سكرنا طريقة من الجسم حتى يكافح، بصير واحد بيشرب مي زيادة يبول سكر، بيرجع بيشرب وبالتالي بيتعدل. بقى ما لازم ننتظر إذا سكرنا مرتفع وأنا بدي ضل صايم، هذا خطأ كبير. ياما منشوف أزيات تتفاقم خلال الشهر الفضيل. صحيح. عند الناس يلي عند مرضى يلي ما بيراجعوا طبيبهم أو ما بيتبعوا توصيات طبيبهم، أو حتى كانوا مصرين إنه يكملوا صيامهم، هذا غلط مع وجود تهديد لحياتهم، هذا غلط كبير. يعني نحن إذا طبيبنا بيقولنا ما بنقدر نصوم، ما لازم نصوم. تمام. يعني الصيام ما له هو بس فريضة، يعني اللي بصحته وعافيته أوكي، بس اللي عنده مرض ولا على المريض حرج. تمام. دكتور حكينا عن الأشخاص المصابين بسكري نوع أول أو يلي بيتعالجوا عن طريق الأنسولين أو يلي كانوا يتعالجوا عن طريق الأنسولين بعدين انتقلوا للحبوب، إنه لا يجوز الصيام. الأشخاص اللي هن بياخدوا دواء سكر أو منظمات السكر يلي متداولة ومعروفة بيقدروا يصوموا، شو هي يعني الاحترازات اللي لازم تكون موجودة عندهم؟ اللي عم ياخدوا حبوب فموية غالباً بيقدروا يصوموا. تمام. على شرط يكون سكرهم مضبوط. تمام. وعلى شرط تكون وظائف الكلية وظائف الكبد طبيعية. ممتازة. لأن إحنا في بعض الأدوية ميشلين تحتوي على دواء تركيبه أمباجليفلوزين أو دباجليفلوزين، عم أقول أسماء كمان أنا علمية. تمام. هي بتنزل السكر بالبول لو كان السكر بالدم مانو عالي، وبتنزل شردة صوديوم، وبالتالي بصير في عنا تجفاف إذا إحنا أخذناها عند السحور. يفضل ناخدها بعد الإفطار إذا دوانا بيحتوي على هالمادة الدوائية أمباجليفلوزين أو دباجليفلوزين. يعني بالتعاون مع الطبيب ممكن نغير ساعة تناول الأدوية. تماماً. أو نقص الجرعة. أوكي. إذا عم ناخد مدرات يفضل المدر ناخده كمان، بس عم ناخد نحن عنا ارتفاع توتر شرياني وعم ناخد مدر، ما بصير ناخده المدر عند السحور، بدنا ناخده قريب من الإفطار مشان ما يصير تشرب. مشان ما يصير عم يروح شوارد من جسمنا، فينا نعوض عنا بشرب السوائل. تمام 100%. ونحن في بعض المدرات الحقيقة عالمياً كمان توقفت، أو صرنا منخفف منها هيدروكلورتيازيد، ما عاد عطينا بنعطي الاندبامايد. يعني بدنا نعدل مو بس بالشهر الفضيل، بكل الأوقات يعني يفضل نبتعد عنها. هلأ عند الحامل كمان بدي أقول إنه الحامل حصراً تتعالج بالأنسولين، لو كان هي قبل الحمل حبوب الفموية ضابطة، لأنه سكري الحمل ولا هي بالأساس مريضة سكر؟ نحن في عنا نوعين ميشلين، عنا في سكري بيجي أثناء الحمل. تمام. وفي سكري بتكون هي أصلاً قبل الحمل عندها سكري وصار في عندها حمل، بتكون أوقات بالحبوب الفموية أمورها ماشية. تمام. أثناء الحمل ممنوع نستمر بالحبوب الفموية لأنه تأذي الجنين، بدنا ننقلها على الأنسولين. هون بدي ركز على أنواع الأنسولين المماثلة، بسموه الأنالوج، ناخد المديد مرة واحدة كل 24 ساعة وفائق السرعة قبل الوجبات، ولازم يكون سكرنا مضبوط حتى الحمل يتم بأمان، وإلا بصير في إسقاطات متكررة، بصير في كمان السكر غير مضبوط الجنين وقت يولد وقت الولادة بيكون في خطر كبير على حياته. كثير بيقولون أوقات صار عنده نقص سكر. صحيح. الوليد، طب ليه صار عنده نقص سكر؟ لأنه كان السكر مرتفع عند الأم أثناء الحمل، وبالتالي خلايا البنكرياس عند الجنين كبرت وصار في عنده هبوط سكر بسبب السكر غير المضبوط عند والدته أثناء الحمل. تماماً. يعني موضوع السيدات الحوامل من أكثر المواضيع يلي عن جد لازم ننبه عليها، لأنه الخطر ما بيوقف بس على السيدة ولكن ممكن يمتد أيضاً. أكيد. للجنين. موضوع مهم جداً. كثير حكينا بحلقات ماضية عن مضخات الأنسولين. مضخات الأنسولين يلي ما بعرف اليوم إذا صارت كثير من القصص الشائعة بين مرضى السكري، ولكن إذا بدنا نحكي عنها خلال الشهر المبارك كيف بيتم التنسيق مع الدكتور ومريض السكري؟ هبة، عالميا أغلب البلدان العالم ما عاد عالجت مرضى السكري اللي عم ياخذوا أنسولين غير بالمضخات، لأنه هي عم نقرب نحن من الفيزيولوجيا الطبيعية، وبالتالي هالمريض السكر اللي عم ياخذ يعني هو عم يتعالج بالمضخه صار مثله مثل الانسان العادي اللي ما معه سكر، وبالتالي بيعيش حياته، الرياضه،
بيقدر بياكل باوقات مختلفه، بيقدر يصوم، بيقدر يعني ما عليه اي خطر، ما عليه اي خطر لانه هو عم يقربنا كثير من الانسان الطبيعي يلي هو عم يتعالج بالمضخه. مضخه كثير شغله، يعني هو تطور نوعي عالمي وصاروا بكل بلدان العالم عم يعتمدوا اكثر شيء على مضخه الانسولين لانه بيحمينا من الاذيات العينيه الكلويه الكبديه، وهي متوفره عندنا، متوفره عندنا واستيراد نظامي وقطعت تبديل. كثير منهم بيقولوا لنا مشلين انه انا بدي اجيبها من برا، بس اذا جبتها من برا اذا صار فيها عطل صار فيها بدها متابعه، ما في يعني مثل واحد جاب سياره من برا وما لها اي قطع تبديل هون، صح. ما استفدنا يعني، وهون مو سياره هون انسان، يعني هو بده يعني كثير مهم. شركات التامين بالعالم هي اكثر شركات بتربح دائما بنقول، ومع هيك بتجبر المريض السكري انه بالمضخه لانه هون بتحمي الشركه انه هي مامن على صحته كل الحياه حتى ما تدفع عليه، تدفع عليه شوي هلا احسن ما تدفع عليه كثير بالمستقبل. يعني صحيح. فينا نقول دكتور انه مضخه الانسولين هي الحل الامن لمرضى السكري اللي ممكن تخليه اقرب للانسان الطبيعي طبعا. واذا كان عم يستخدمه فهو بتمرق يعني فتره الصيام عليه بشكل طبيعي من دون اي تهديد بالخطر لحياته، صح؟ نحن هبه طبعا هبوط السكر مهدد للحياه، ارتفاع السكر كمان مهدد للحياة. أوقات بيصير عندنا شيء اسمه حماض خلوني، يعني بيرتفع السكر بالدم ما في كمية أنسولين كافية، بتحول السكر لخل بيخلل الدم، وهذا بنغيب عن الوعي بندخل على المستشفى ويلي بيصير معه حماض وعم يشوفني هلأ حياته بعد الحماض مو مثل قبل الحماض. بقى هي كتير أمور لازم نحن نحطها إذا نحن عندنا إمكانية مادية نركب مضخة ابدا من اي شيء ثاني ممكن نساوي. تماما، الله يشفي الكل والعافيهم يا رب. دكتور بدنا من حضرتك هيك نصائح اخيره لكل الاشخاص اللي عم يشوفونا اللي هن مرضى سكري الله يعافيهم، ولكن بيقدروا انه هن يصوموا، كيف لازم يكون طبيعه اكلهم، طبيعه حياتهم خلال الشهر الفضيل؟ لازم نحن مشلين نحاول ما نضل كل النهار صايمين، بعدين وقت الافطار بناكل وجبه كبيره مثل ما بنعمل بالعاده لانه ما عندنا كميه انسولين كافيه، وبالتالي بده يرتفع السكر بعد الطعام بشكل كثير كبير ويعملنا اذيات. نحاول نعدد الوجبات بين الافطار والسحور حتى ما نعتمد فقط على وجبه الافطار ووجبه السحور، يكون في وجبه ثانيه مثلا 12 بالليل. ونحاول نحن ادويتنا حسب ما بيقلنا طبيبنا نوزعها بين الافطار، اذا في عندنا دواء خافض للسكر مو منظم ناخده وقت قبل يعني وقت يقدم وقت الافطار مو وقت السحور، بصير في عندنا هبوط سكر بالايام نتيجه ساعات الصيام الطويله. نشرب مي بين الوجبات مو مع الاكل قدر الامكان، لانه كمان شرب السوائل بكميه كبيره بده يصير في عسر هضم. نحاول نبعد عن العصير وحتى العصير الجاهز وحتى العصير الطبيعي. وقديش في اشخاص دكتور عفوا منك بيعتمدوا عن جد يعني بروتين حياتهم اليومي انه ياخذوا هدول العصائر بدل ما ياخذوا المي، او يمكن في اشخاص كثير بيشربوا المته وبيشربوا بديل الزهورات والبديل كلياتها عن جد بيقولوا انه لا يلا السوائل ويلا هي بديله عن المي، ولكن هي لا تعوض ابدا عن المي. مزبوط. هلا الزهورات بلا سكر ما في مشكله، يعني قد ما اخذنا زهورات بلا سكر ما عندنا مشكله لانه هي بالنهايه ما لها تاثيرات، بس نحن المنبهات المته الشاي القهوه هي منبهات للجهاز العصبي وللغده اللي فوق الكليه الغده الكظريه، بقدر الامكان بدنا نحاول نخفف من شرب الشغلات المنبهه. بس العصائر حتى العصير الطبيعي كبايه عصير برتقال بدنا 5 برتقالات لحتى نساوي كبايه، وبالتالي بتحتوي على فركتوز اللي هو مثل الجلوكوز مؤذي جدا، بدنا نحاول قد ما بنقدر نحن ما نشرب عصائر، ناخذ الفاكهه كامله بأليافها. هي شغله كثير كثير مهمه، ومثل ما قلنا انه نبعد عن الحلويات عن المقالي لانه المقالي فيها سعرات حراريه كثير كبيره. في اشخاص بيفطروا على التمر، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا اذا اخذنا تمره تمرتين بعد الطعام ما في مشكله، بس ما يكون اكثر من هيك لانه التمر غني جدا بالسكر كمان. تمام. قد ما بنقدر العسل كمان، بيفكروا انه العسل هذا عسل معمول خصوصي لمرضى السكري او حلويات معمول لمرضى السكري، فيها محليات صناعيه، والمحليات الصناعيه أسوأ كمان مسموحه بكميه ضئيله وهي مرتفعه الثمن، حلويات معمول لمرضى السكري وتؤذي مثل الحلو المعمول للانسان العادي. يعني دائما بتنصح دكتور انه دائما الاشخاص هيك يتم دائما في تنسيق بينهم وبين الطبيب المختص المشرف على حالتهم كرمال يقطع هذا الشهر الفضيل عليهم بهيك سلامه صحيه لإلهم. تماما. كثير لوجودك معنا دكتور. انا بدي اتمنى لكل مشاهدينا هيك رمضان كريم وتضلوا بصحه وعافيه، ولكل طاقم
سماء ولحضرتكم. تضلك بألف خير دكتور، شكرا كثير لك وأهلا وسهلا فيك. رح نروح لفاصل صغير وراجعين لحتى نكمل حلقتنا لليوم، خلوكم معنا. لما بحب بصير بصير غير. من متابعي برنامج صباح الخير مدام نجلاء أباني صارت معنا بالاستوديو لحتى تخبرنا عن أبراجنا وحظوظنا وحركة الكواكب. ويا صباح الخيرات. صباح الخيرات. يسعد صباحك. صباحكم ضلوا دائما بخير. صباح الخيرات والليرات والأيام السعيدة للجميع. ضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين وفي حواليكم هيك نوع من أنواع اليسر والإنجاز. طبعا اليوم 9 آذار 9/3 كواكبنا صار فيها تغييرات لأنه عطارد تقدم في برج الحمل، هو ابتداء من بكرة 9/10 يعني يتقدم في برج الحمل، عامل نوع من أنواع السعادة للحمل للجوزاء للعذراء وللقوس، خاصة على الصعيد العملي. الأفضل على الصعيد العملي أموركم بهي الفترات بلشت تتحسن وتمشي بطريقة أفضل بكتير. طبعاً الجدي شوي لازم ينتبه على أموره العملية ما كتير الأريح، بس ما زالت الزهرة لآخر الأيام تقريباً في برج الدلو. زهرة كوكب الحب الارتباط العلاقات الصداقات، وبالتأكيد ما زال المريخ أيضاً في برج الدلو. هلأ الزهرة رح تطلع 12 بشهر، هلأ يوم الاثنين 3 رح تدخل على برج الحوت، بس المريخ لسه مطول، بده تقريبا يعني ل 23/3 لينتقل الى برج الحوت. اول اخباري العزيز لمولود برج الحمل، اليوم الامور ليست في افضل حالاتها. ما بعرف اذا عم بتسوي قضايا او عندك مواجهه او في شيء حواليك عم بيقلل من فعاليتك، بس مانك مرتاح او مانك مبسوط على الاقل. في نوع من انواع الصدامات بينك وبين الاخرين، او متضايق من كذب حدا عم يكذبه عليك، او عم بتفكر هيك للحظه يمكن بترك عمل، يعني عم تحلل الناس صح غلط لازم مو لازم، بالمجمل تفكيرك سلبي، بس أنا ما بظن في شيء أساسي سيء إذا بدك. أم يلا الظهور مولود برج الثور، وعم تتلقى دعوات وعندك أصدقاء جدد، أوساط جديدة، ما بعرف سفر تجمع مرح نشاط، عموماً أنت اليوم عاطفي وشاعري مولود برج الثور، تشعر باسترخاء وسعادة، والحقيقة فترة اجتماعية صاخبة تجمع الشمل، توطد علاقات، تتحلى بردات فعل سريعة، مفاجأة سارة، نتائج إيجابية، أو تباشر علاقات جديدة. بالمجمل هاي الفترات جيدة لمولود برج الثور. خلص أمورك بهاليومين لأنه حلوين. الجوزاء أنت اللي اليوم مانك مبسوط، ويمكن في حدا هيك عم ينقدك، أو غارق بالتفكير، أو عصبي، أو متوتر، أو عندك نقد من محيطك، ويمكن عم تشعر أنك ماشي بطريق ما نلق لك وقصة ما بدك إياها، ربما تفاجأ من موقف عدائي. لا تقوم بفرض رأيك على أحد على كل أحوال اليوم، لأنه عم تفكر باستفزاز، أو يمكن محتاج أنه تحسب خطواتك، ما تكون عنيد أو عفوي، وما تستسلم للأمور الصغيرة. اليوم بالذات في تخاذل بمشاريعه لمولود برج الجوزاء، وربما للحظة تواجه بعدائية. هلأ بدها الحكاية شوية صبر لأنه ما في شيء سيء عموما. برج السرطان اليوم الأمور لألك إيجابية وجيدة، سواء لدائرة تعارف واتصالات، أو عم تفكر بأعمالك بجدية، أو اتصالات مفيدة وبناءة، كأنك عم تبحث بالجديد، كأنه عم تكسب أصدقاء، كأنه عندك رضا وأخبار طيبة، قادر يكون تأثيرك كبير بمحيطك اليوم، ويمكن الضغوط عم تخف والاتصالات سهلة. اليوم أنت أكثر صبراً مولود برج السرطان لمتابعة أهدافك اللي أنت حاطة ببالك. مولود برج الأسد اليوم عم تجني ثمار تعبك، وعلى الغالب عندك جاذبية، طاقة تساعد حدا من الناس اللي حواليك، موضع أمال ومحور اهتمام، وفي تطور ملموس بحياتك بهي الأيام، كأنك عم تشرق بأفكار جديدة، كأنه عم تفرح لنتائج هامة لمصلحتك، كأنه عم تأخذ قرارات. هلأ هالثلاث أربعة أيام يعتبروا الأفضل لنقاطك الإيجابية لمولود برج الأسد، لتنصح، لتدعم، لتقدم، ليكون عندك محبة، يعني أيام جيدة عموماً لألك. مولود برج العذراء اليوم الأمور لألك ليست في أفضل حالاتها، غالباً في عندك نوع من أنواع المتاعب أو التجارب اللي هيك عم تخليك تدخل جدالات، حاول تعتذر إذا أخطأت، كأنه عم تتأرجح بين الأمل واليأس،
صوتك عالي على الغالب اليوم ومحتاج تكون دبلوماسي، حاول تكون أهدأ بتعاملك مع الآخرين. اليوم أموره وما كتير مرتاحة العذراء، لا تدع ضيقك من أمر شخصي يأثر على علاقاتك، يعني في نوبة غضب وارد اليوم. مولود برج الميزان، اليوم عم تطلب مساعدات أو لازم تطلب مساعدات لتخلص أمورك العملية. هلأ أنا بشوفك عم تشكو من فوضى أو من قلة تنظيم، ويمكن أكثر من فكرة عم تشغلك بعيداً، جدي ومتحمس، ومشاكلك العاطفية يعني اليوم هي السائدة بالنسبة لك، أو مزاجك شوي انفعالي. محيطك على كل الغير متعاون مولود برج الميزان، والحقيقة تكسر المسؤوليات والواجبات. انتبه صحياً. العقرب لا، عنده يوم جيد، عم يتصرف بمودة، وخاصة وجود القمر في برج الحوت صديقك عم يخليك تستعمل الحوار والنقاش، تكسب أصدقاء بسهولة قصوى وتزداد رغبتك بالتعبير. اليوم أنت سعيد لأنك عم تمتلك قوة، عم تحاول تصلح أخطائك، في تغييرات بحياتك عم تكسر يعني قيودك النفسية وعم تنظم علاقاتك. أنت تصل إلى الاطمئنان اليوم، ومقنع ومؤثر على محيطك. أحد الأيام الإيجابية لعزيزنا مولود برج العقرب. أما القوس فاليوم الآن مثل كأنه عم يستنى شيء، مثل كأنه عم بي يعني الحيرة هي اللي عم تضايقه قصدت، أو محتاج يحل مشاكله، عنده فقدان للتواصل مع من حوله، أو ربما تصادف بعض الهموم، أو محتاج ترفع عن نفسك وما تستسلم لليأس. اليوم عم ببالغ مولود برج القوس، أو عم يغلط يمكن بأحكامه على الآخر. مولود برج الجدي، أحد الأيام الإيجابية لتتخطى هذا اليوم بهدوء، لتكون لبق بعروضك بتصرفاتك، إنسان فعال بعيلتك مع زملائك. أبداً ما بظنه الجدي قاعد لحاله، يا في حواليه قربة، أهل، أصدقاء، زملاء، يعني اليوم في تعاطف على كل، في هيك قصة قانونية عم تفكر فيها وعم تحاول تلاقي لها حلول، ورح تلاقي حلول، عم بتعيد الدفع والحماس واليوم للبشائر والتعارف. مولود برج الحوت اليوم عم تناقش الدلو، عم تناقش ببعض الأمور المالية، وأمورك المالية الحقيقة محتاجة لشوية توازن. أنت حدا مبذر مولود برج الدلو، ودائماً لازمك توازن، كونك حدا لا بيطالب بحقه من الآخرين ولا بيحب القروض والمساعدات، وبيصرف أكثر من دخله. فلاقوا لحل لمولود برج الدلو، إذا كان عم تلاقوا لحل، تحلم بتسديد ديونك، مستحقاتك، وأمورك المالية يعني ضمن إطار الجيد على كلين. بس يعني أنا دائما أدعوك لمراجعة حساباتك. الحوت القمر ببرج اليوم عم بيخليه مشغول بأعمال كتيرة تجذب الناس لألك، وعم ترتب أمورك بمفردك، يمكن لأنه المحبة عم ترفع من معنوياتك، منفتح على الآخرين، في أشخاص حواليك بيحبوك، وفي لطف موجود بطبعك اليوم هو اللي عم يعمل لك سعادة. هلأ أنا بشوف الأمور رايحة بالمجمل تجاه الأفضل، والحظوظ مساعدة لألك. خليني عايد مولود اليوم، مولود تسعة اللي أنا بتمنى له السعادة، الكائن العادل والرحيم، متزن، محتشم، محب للآخرين، محب لمساعدتهم، صاحب واجب، مدافع عن الحق والفضيلة، شديد التعلق بأملاكه بأحبائه، عامل مجد ونشيط، اعتمد عليه واستشيره لأنه رح يمدك بالنصائح، وإذا لزمك مال فأكيد ما رح يقصر، مع أنه هو كائن بخيل على بالأشياء اللي العلاقة بالرفاهية، بس مو على الأشياء الأساسية بالحياة، ولا على أهله إذا بتكون. طبعاً كتوب جداً، ومن الأشخاص اللي ما بيعرفوا يكذبوا، ليس نصاباً أو محتالاً. سنة لقلهم مهمة، عم تمنح حب للآخرين، وعم بترتب أمورك بشكل إيجابي. الأمور المالية داخلة على أشهر من التحسن، عمل جديد يمكن أو تباشر بجديد على الصعيد العاطفي. هلأ أنا بشوف الأفضل الصراحة هو مالياً عاطفياً بهي الفترات، حظوظ لألك مساعدة وإيجابية. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير، وأكيد رسائلكم على 18 45 من أي موبايل داخل سوريا، رنيم
رنيم السادس والسابع ما فيك تعتمدي على حظوظك، بدك تعتمدي على جهدك انت. انا برايي بنوته ذكيه وشطوره بس ما عم تبذلي جهد كما يجب كما يليق بالدراسه. لا لا، بدك بذل جهود اكثر وما رح تحتاجي للحظوظ حبيبتي. وفاء عم تسالني مع زوجها منتصر، يسعد اوقاتكم. ما احدى العلاقات الافضل يا وفاء، بس روحي كل واحد فيكم بفكر بطريقه، انت صرفك بطريقه هو صرفه بطريقه. انت بتتبخلني شهر وبتصرفي قد اللي بيصرفه بالشهرين، يعني هذا طريقة الصرف المختلفة وطريقة الحياة المختلفة. ما فيك تقلي له سر وما عنده أسرار، كل شيء بالنسبة لك هو كتاب مفتوح. هلأ حلو نتزوج واحد صريح جدا أو ما بيعرف يكذب علينا، هاي قصة باعتبارك أنت أصلا كائن غيور، فيعني ماشي الحال معك. على كل السنة لألكون جيدة جدا، رغم أنه هذا الشهر شوي متعب، هو شوي متعب. فاتن بنت رودينا، يسعد اوقاتك، امورك جيده جدا يا فاتن، احدى العوامل الافضل خاصه هالست شهور انا برايي للتغييرات بامتياز، يعني رابع خامس سادس في شيء من التغييرات رح يكون ايجابي. بهاء ابن امل، يسعد اوقاتك يا بهاء، عم بيسالني مع راما. هلا اولا عم تسالني عن علاقه جيده رغم انها تصلح للصداقه اكثر منها للزواج، على كثر ما انتم متشابهين، يعني انتوا عندكم نفس الغيرة، نفس الإحساس إنه أنا صح وغيري الغلطان، أنا ما بغلط، نفس الكلمة حاضر اللي بتحبوا تسمعوها من بعض، يعني هو بيحب أنت بتحب تسمع كلمة حاضر وهي كذلك الأمر. هلأ هاي قصة قصدي التشابه أكثر مما يجب، بيلزم تنازل أكثر مما يجب حتى هاي العلاقة تمشي، بس هي علاقتكم بالمجمل جيدة مانا سيئة. آلاء بنت فوزية، أمورك جيدة جدا يا آلاء، لكن صراحة بدك لموعد عيد ميلادك وما بعد لتكون أمورك بالنسبة لك أفضل، يعني أفضل من هاي الفترات على كل الأحوال. إن شاء الله أيامكم سعيدة، ودائما لما بتبعتولي رسائل هاي الكلمة موجهة لرحمة، رحمة يوم شهر سنة واسم إذا بدكم. بونجور، صباح الخيرات. يسعد صباحك، ضلي بألف خير يا مدام. الله يسعدك. يسعد صباحك وإن شاء الله دايما بألف خير. بتعرفي أنت عم تحكي عن العزل، أنا لما هيك 100% والنصيحة إجت بمكانها يعني. الله يسعدك يا روحي. دخيل قلبك، شكرا كثير لك مدام. شكرا كمان. وهلا صار الوقت ننتقل لعند الشيف بشرى لنشوف طبقنا بشكله النهائي. يسعد صباحكم عن جديد، وهلا صار الوقت لحتى تشوفوا اطباقي او الصنفين اللي عملناهم بشكلهم النهائي. اليوم عملنا شوربه الحريره مع مفن البصل المكرمل. المفن قلنا اذا ما عندي قوالب الكب كيك فيني اعملهم باي صينيه بتفوت على الفرن وبقطعهم بالشكل اللي بدكم اياه. والشوربه عن جد نصيحه خصوصا هيك اخر رمضان لما يبلش يضيق خلقنا انه من الوقفه الطويله بالمطبخ، ممكن نعمل هي الشوربه وجنبها مثلا صحن سلطه وبتلاقوا انه هي عن جد وجبه متكامله. واذا ما حطيت وبقلبها اللحمة ممكن تعملوا حصة بروتين جنبها كمان، وهيك بتكونوا يعني عملتوا وجبة متكاملة بالعناصر الغذائية. إن شاء الله يكون طبقي لليوم عجبكم، جربوا وتخبرونا وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. سلم إليك يا يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني بيقولوا العين بتاكل، نحن الروايح لحالها هيك صارت عم بتشهينا لحتى نجرب. يعطيكي الف عافيه يا شيف. شكرا كثير لك شيف، يعطيكي الف عافيه وان شاء الله رمضان مبارك. ينعاد عليك يا رب بالصحه والسلامه وعلى عائلتك. اي يوم عازمتيني على الفطور؟ اي يوم بدك على الهوى؟ اي يوم بدك انت، نقي بس حطي ايدك على اليوم اللي بدك. والله ما حقلك شو بصير تحت الهوى، برغي على الهوى. شكرا كثير لك يا شيف، والشكر موصول اكيد لكل الاشخاص اللي عم يشوفونا على شاشتكم شاشة سما الفضائية. بتخيل انه اليوم رح يكون اخر حلقة لي قبل شهر رمضان المبارك. بدي اتمنى انه هالشهر يكون عن جد كله خير ورزق وبركات وصحة لكل متابعينا. ضلوا بألف خير دائما وخففوا عصبية، كنا عم نحكي بالحلقة، خليكم ريلاكس ورواء وان شاء الله بيمضى كل شيء بخير يا رب. ينعاد عليك كمان، ينعاد عليك يا ميشا، وينعاد على اهلك ويا ربي على عائلتك وعلى ابنك، وشوفك باهم او تفرحي فيه باهم المطارح يا رب. كمان انا حتكون هي الحلقة الأخيرة لإلي قبل بداية شهر رمضان المبارك. مثل ما قلت لكم ميشا، دائما خلونا هيك رواء وريلاكس، إن شاء الله يا ربي بينعاد عليكم بالخير والرزق الكامل، وتبقوا دائما بألف خير. بكره حلقة جديدة، باي باي.